ليبوك ديالنا التكوين ديالنا شنو هو؟ هو كان هو اللعب في الزناقي واللعب في الدروبه وفي عده ملاعب. ليبوك ما كانوش هاد البنايات الكبيره، كانوا تيرانات ديال الطراب، كانوا شانطيات. دونك هذا هو كنت كتلعب تقريبا في من تنين حتى لحد، واخا ما مسيني مع حتى فرقه ولا ماشي في ليجون ديالها، كتلعب تقريبا واحد خمسه ولا سته ديال المقابلات. دونك هذا هو التكوين والطريقه باش كم مره كل خطرة كتلعب كتكون. وكانوا الناس الكبار، كاين اللي ماتوا الله يرحمهم، كاين اللي باقين قلال اللي باقين في الحياة، كانت عزيزة عليهم الكرة، كيجيو يتفرجوا، كيعجبهم شي لعاب، كيحاولوا يتوسطوا ليه أنه يلتحق بالفئات الصغرى ديال شي فريق بحال الوداد، الرجاء، الجيش، الفاس. هذا هو اللي كاين، ولكن هذا كما كتقول هذا هو التكوين اللي كان. من بعد جا هذا التكوين دابا اللي كاين. حنا دابا ملي كتسمع التكوين كتسمع شي فرقه كيقول لك راه كنديروا التكوين. شنو هو التكوين؟ فرق بعض النظر بعض الاشخاص هو البنايه، هو لي بيرجمو ديال الناس في سونتر دو فورماسيون كياكلوا ويشربوا. دونك لا، التكوين تقدر ما تباتش ما تدخلش كاع للسونتر. التكوين هو دير ان ترافاي، مثلا ان ترافاي سبيسيفيك، تخدم بدوك الدراري اشنو خصهم، اشنو هادي، شنو خصهم يديروا، شنو خصهم يديروا. هذا هو التكوين. ويمشيو لدارهم، يمشيو يقراو، يبقاو يقراو وما يباتوش كاع هنا. هذا هو التكوين. ولكن التكوين اللي كاين دابا بطريقه علميه كبيره وكبيره بزاف. ديما حنا كنقولوا كنعولوا على مثلا ليكيب بروميير، لا ليكيب بروميير راه كيشريو اللعابه، ولكن هاد اللعابه هذا ملي كيشريوهم راه مكونين تاهما، علاش ما نديروش حنا التكوين عندنا ويتقاموا عندنا لعابه رخاص؟ اكيد بحال الوداد والرجاء، الاكثريه الوداد والرجاء ما غاديش نقولوا لهم خصكم تلعبوا الدراري اللي مكونين، حيت فريق اللي كيلعب على الالقاب وعندهم جماهير كبيره اللي كتسنى النتائج. ولكن كتلقى على الاقل واحد خمسه ولا سته ديال اللاعبين يكونوا من الفريق اللي تكونوا فيه هاد اللاعبين هادو. واللاعبين الاكثريه اللي كيمشيو يلعبوا الاكستيريور وكيلعبوا في ليترونجي كيكونوا من 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 التكوين ديال الفريق. التكوين اللي كان قبل واللاعبين اللي كانوا كيلعبوا في المنتخب الوطني ديك الساعه كانوا لاعبين اللي عندهم كما قلت لك مكونين في الزنقه. ومنين كيلعبوا مثلا في الفريق في المنتخب الوطني كيمشيو يلعبوا في الاوروب. دابا العكس كما قلتي، التكوين كاين بطريقه علميه. الا مشى لنا شي لاعب مثلا للخليج راه كنقولوا راه لاعب مشى الالور عاوتاني اليبوك. شكون اللي كيمشي كان كيلعب في الخليج؟ ذاك اللاعب اللي دار واحد 32 عام 34 عام كما قلتي سال التقاعد. الان الخليج حتى هما تطوروا ولاو كياخذوا لاعبين اللي عندهم 18 19 سنه. فاليبوك مثلا نعطيك اكزومبل الوداد، لاننا الوداد هو ان مشى عزيز بودربالة، مشى سحيته، مشى الشريف، مشى زكي، مشى نيبات، مشى ابرامي، مشى الداودي، مشى فرتوت، مشى مجيد بويبود، مشى صابر. هادو كلهم لاعبين اللي مشاو لوروب. الان كيبان لك احسن لاعب دابا في الوداد، ولكن ما كيتعاقد مع حتى لاعب اوروبي وما كيلعبش في المنتخب. طيب هذا هو اللي يعني علاش؟ لان اي مدرب كيجي راه ماشي المدربين ما عندهمش الحق، كياخذوا لاعبين اللي مكونين على برا. حيت دابا في كوره فيها التكتيك، التكنيك، الفيزيك والمونطال، ولكن اللاعبين اللي مكونين على اعلى مستوى ونيفو تكتيك بالنسبه للمدربين كيهضموا داك الطريقه اللي غيلعب بها المدرب دغيا. اللاعب المغربي عنده تقنيات، ولكن تقنيات بوحدها ما كافياش. الا كان عندك لاعب تكتيك مون فور ويكون تكنيك مون مويه تربح الماتش ديالك. حيت دابا ولات ريزولتا، ماشي تقول لي انا نكون فرقه ولا ما كاينش. راه اللاعب دابا المدرب ما كيتعاقد مع فريق، اش كيديروا لك في الكونترا؟ كاين 16 فرقه بريمير ديفيزيون كيقول لك تكوننا فريق.
كيفاش غنكون؟ كيقول لك كيسيني معاهم بان كيكونوا كدوز جوج سيمانه ثلاثه كيجريو عليه، ما يمكنش تكون فريق، فريق دون لعابه ما مكونينش، راه الفريق مكون ولكن اللعابه ما مكونينش. الجامعه هزات واحد لابار كبيره وكبيره بزاف، علاش؟ الدليل هو انه اول بلاد في لافريك كدير كاف برو، ما عمرها ما كانت. شناهي كاف برو؟ باش حتى حنايا الا بغيتي تمشي تخدم في اوروب ولا تخدم في لافريك ولا هذيك يكون عندك ان ديبلوم روكوني بار لا لي بار لا لي اف او بار لا كاف وكل شيء يكون معروف حتى هو. دونك هنا كاين تكوين من 2010 الان، راه تقريبا راه كان تقريبا واحد وقيله 108 ولا 98 ليسونس ا، وبلا ما نقول لك لا ليسونس بي، ولاعبين قدامى كتعطاهم افونتاج ما كيدوزيش ذاك الدي لانهم لعبوا في البطوله الوطنيه. الان دابا ولا كلشي لاعب الكره، فهذا الشيء ما غيمنعش باش يكون عندنا مكونين على اعلى مستوى. ونتمنى ان شاء الله ان اللي كنتمنى هو ان الرؤوس رؤساء الانديه يديروا ثقه في هذه الاطر هذه ويعطيهم لو ستريكت مينيموم، يوفروا لهم داك الشيء اللي خص لو ستريكت مينيموم، اقل حاجه توفر لهم باش يشتغلوا في ظروف احسن. فكنظن بانه الى لاحظتي الاخ صالح، خمس سنين راه توب، راه قليل اللي دوز خمس سنين في المنتخبات الوطنيه، يمكن باستثناء فتحي جمال، فكنظن بانه دوزت تقريبا مع ايفان دوزت معهم ثلاث سنين، وليكيب اولمبيك واحد عامين. فكنظن بانه كاين المزيان وكاين الخايب، الخايب ديما كاين منين ما كتكاليفاش، ولكن رغم ذلك مع سيلفا سيلفي هري ومن بعد سي القجع كانت لا كونتينويتي، ولكن للاسف ما كانش تاهل الالعاب الاولمبيه، فهذا هو اللي خلى انه لانه كتشتغل تقريبا واحد عامين ونص وكتلعب مقابله وحده مصيريه هي اللي لعبنا حنا مع تونس، انتصرنا هنا في الرباط بواحد زيرو وانهزمنا، لاعبين ما كانوش في النهار ديالهم. فكنظن بانه الحمد لله اللي رغم ما كانش التاهيل، ولكن خلينا لاعبين اللي تقريبا واحد 40 ولا 45 لاعب اللي عاشوا معنا هاد خمس سنين، كاين اللي كيمشي وكاين اللي كيجي، انهم لاعبين اللي كنلاحظوا الان في البطوله الوطنيه تقريبا بريمير ديفيزيون باستثناء جوج ولا ثلاثه اللي كيلعبوا في البطوله الثانيه. فكنظن هذا بالنسبه لنا ربح، هذا كان تكوين رغم انه ما كانش شي عمل كبير في الانديه، كانوا لاعبين اللي ما كيلعبوش حتى في الجونيور كيلعبوا معنا في ليكيب ناسيونال جونيور، فالحمد لله ان هاد اللاعبين الان كنشوفوهم في البطوله. ما كناش غنشاركوا في ذاك لوشان لان ما كانش الجامعه، ما كانش كانوا مشاكل، الرئيس ما غيبقاش، واش غنمشي ونشاركوا واش ما غنمشيوش، دونك باش نصوفي ولا سيتياسيون ما يمكنش المغرب ما يشاركش، كنت غادي نمشي باللاعبين اللي كانوا في ايفا اللي كانوا معايا في، ولكن من بعد الانجاز اللي دارته فريق الرجاء البيضاوي في كاس العالم، فقلت علاش هاد اللاعبين هادو باش هاد المستوى اللي بينو، علاش ما تكونش لا ريكومبونس ديالهم هو انهم ندخلوا من المنتخب الوطني. مشينا ما كنعرفوا حتى شي حاجه على لوشان، ما كاين لا ماتش اميكال، ما تلعب حتى شي ماتش، لي ماتش اميكو ما كانوش. وصلنا يومين لعبنا المقابله الاولى مع زيمبابوي، دونك مقابله زيمبابوي ما كنعرفهمش انا، سي اون ايكيب انغلوفون، دونك حاولنا ان نلعبوا لاعبين اللي عندهم تقنيات. المقابله الثالثه المقابله ديال ربوع النهايه، فكما لاحظتوا ما دخلناش بشكل كبير، ولكن من بقات ربوع ساعه المنتخب النيجيري ما عرفتش شنو وقع عليه، سجلنا ثلاثه ديال الاهداف على مستوى كبير، وفي بين الشوطين في مستودع الملابس، فبهذه العباره قلت للاعبين بهذه الكلمه راه حنا نو سون با الابري، دونك راه حنا راه ماشي، ولكن ديك التجربه اللي ما كايناش ديال تقدر تكون حتى ديالي انا، دخلنا بنفس العناصر ولكن على اساس انه غنلعبوا في 4 4 2 ماشي 4 2 3 1 باش نسدوا وسط الميدان. نيجيريا جاتهم تقريبا ثلاثه ديال المحاولات وماركاو اربعه لانه كانوا اخطاء فادحه فرديه.
هذا هو اللي خلى. رغم ذلك ما عندي زعما واجني اوكان روغري زعما بانه راه كرة القدم هي هذه. كنتصل بيا سي سعيد الناصري على هذا الاساس، على انه غادي يكون تكوين في الوداد وداك الشيء على اعلى مستوى، ولكن كنظن بانه حتى الظروف ما ساعد، ماشي الظروف ما ساعدهاش، ولكن الفريق الاول خد واحد 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 الاهميه اكثر. الان انا كنحترم العقد ديالي، ولكن ابن عبيشه راه كيبقى مدرب، ماشي لانه الان انا في دوره تكوينيه مع المدربين المغاربه ديال الكاف برو. ابن عبيشه ان شاء الله في هذه السنه المقبله ان شاء الله فغادي يخرج يكمل المسار ديالو كمدرب ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.